طيب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده، او دي يعني ده هيكون اخبارنا خلاص جوه النادي الاهلي بخبر الطايره ده. نروح للاخبار المحليه، هنروح خبر يخص منتخب الريشه الطايره. رسميا تاهل ثلاثي منتخب الريشه الطايره لاولمبياد طوكيو. الاتحاد الدولي للريشه الطايره اعلن تاهل ثلاث لعيبه مصريين لاولمبياد طوكيو اللي جايه، واللي هتكون في الفتره من 23 يوليو لحد 8 اغسطس اللي جايين بالعاصمه اليابانيه طوكيو. الثلاث لعيبه دول هم ادهم الجمال وضحى هاني وهاديه حسني. ادهم وضحى هيلعبوا منافسات الزوج المختلط، اما ضحى وهاديه هيلعبوا في منافسات زوج السيدات. وكان قال كابتن هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري ان الانجاز ده بيتحقق للمره الاولى في التاريخ، وهو تاهل ثلاث لاعبين طبعا للاولمبياد، لان ريشه الطائره قبل كده كان بيتاهل منها لاعب واحد بس، وده كان حصل مرتين مع هاديه حسني في اولمبياد بكين 2008 ولندن 2013. وطبعا لمزيد يعني نعرف اخبار اكتر، مزيد من التفاصيل، معانا الكابتن محمد كمال نائب رئيس اتحاد الريشه الطائره على التليفون. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك، مساء الخير عليك يا كابتن وعلى الساده المشاهدين كلهم. الف مليون مبروك تاهل الثلاثي، وحضراتكم يعني خططتوا لده منذ عوده النشاط بعد كورونا، وفكرك ببكين، الف مليون مبروك. الكلام اللي بقوله ده صح؟ بفكرك انا اسف ببنكوك، كلامي صح؟ الله يبارك في حضرتك، طبعا كلامك صح. هو احنا لعبة ترتيب دولي لازم نكون من ضمن الخمسين على العالم، فاحنا بنشتغل من بدري قوي، يعني من ثلاث سنين اربع سنين بنبدا نعد في المنتخبات وبنشوف الايفنتات اللي نقدر نتاهل منها. الحمد لله كان من اول يوم كان عندنا ايفنت زوج السيدات والزوج المختلط، كنا ماشيين بيه بصوره كويسه وكان باين ان احنا ان شاء الله نتاهل. الحمد لله وصلنا في الترتيب العالمي في زوج السيدات 39 على العالم، الزوج المختلط 48 على العالم، والحمد لله ان احنا تاهلنا بعد مجهود شاق بمنظومه عمل كبيره جدا، بدايه من اللاعبين بنشكرهم على المعاناه، وفي الظروف الاستثنائيه لكورونا كتر الف خيرهم، تعبوا بذلوا مجهود كبير جدا في سفريات في تدريبات في ظروف صعبه جدا. ده هم اصحاب الفضل الاول للانجاز التاريخي فعلا، ان اول مره نتاهل بثلاثه، كنا بنتاهل بلاعب واحد فقط، الحمد لله رب العالمين. ده انجاز طبعا للفرقه هذه المره. طب كابتن محمد، يمكن انتوا كده يعني رفعتوا سقف طموحاتنا شويه، معلش انتوا بقى ايه اللي طمعتونا، بس يعني ترتيب ال 39 على العالم ده ترتيب جيد جدا، و 48 ايضا ترتيب جيد مش وحش. هل هنطمع ان احنا في الاولمبيات او بعد الاولمبيات ممكن التصنيف ده بتاعنا يتحسن ويخش ان شاء الله في التوب 15 توب 20 ولا لا؟ ان شاء الله رب العالمين احنا شغالين على كده باذن الله. احنا عندنا اجتماع مجلس اداره في خلال ايام قليله، هنحاول نعمل معسكر كويس جدا للمنتخب الثلاثه القاعدين باجراءات كويسه، نحاول باذن الله رب العالمين مع الاتحاد الافريقي نستدعي مدرب اجنبي. اللعيبه عندنا في حاله معنويه عاليه جدا، لياقه بدنيه كويسه جدا، احنا عندنا طمع ربنا يكرمنا يا رب، ليه لا ما نخشش في الثمانيه العالم او نحقق ميداليه، لو حققنا هيبقى انجاز عظيم جدا للاتحاد الريشه الطايره باذن الله. انا عاجبني كلامك كابتن محمد، يعني لما انا احط تخطيطي الميداليه يبقى انا ان شاء الله حتى في اضعف الايمان هاخد مركز متقدم جدا على العالم، فاذا لازم اعلى بطموحاتي. والحقيقه كلامك يعني مبشر بالخير من ناس عايزه تشتغل. طبعا يا فندم، ده دورنا وده واجبنا ونحو لعبتنا. لعبتنا في حاجه كويسه، احنا طموح العزيمه بالعمل ان شاء الله رب العالمين. احنا هنحاول نعمل برنامج كويس جدا في الفتره اللي جايه قبل السفر بحيث يطلع على طوكيو يكون هي كامله ان شاء الله. رب يوفقنا يا رب ونحقق حاجه لبلدنا ان شاء الله. يا كابتن محمد كمان نائب رئيس اتحاد الريشه الطايره، الف مليون مبروك وبشكرك شكرا جزيلا على تواجدك او مداخلتك مع برنامج الابطال.